عاد الوضع ليبرهن عمليا وبصورة علنية سافرة على استمرار الجرأة من الجانب الرسمي على الهدم المساجد، وهي جرأة على الله سبحانه أولا وعلى دينه والثابت من شريعته، ثم إنها تحد وإيلام واستفزاز للضمير المسلم الذي يحتفظ ولو بشيء من الحيوية والاحترام لمقدسات الشريعة. هدم المساجد والإقدام على ذلك المرة تلو الأخرى إعلان صارخ وإصرار قبيح لا يليق بمتدين فضلا عمن يدين بالإسلام على انتهاك المقدسات الإلهية والعبث بمقدرات الدين. هذا من جهة دينية، ومن جهة حق المواطن فإن في هدم المساجد تنكرا واضحا لقيمة هذا الحق وأصل هذا الحق، واستخفافا به وإمعانا في الاعتداء عليه لما يمثله هذا العدوان من نقض لحق المواطن في الحرية الدينية وممارسة شعائر دينه وحمايتها من قبل السلطة. قرية صغيرة، أسابيع من المداهمات والاقتحامات الليلية مع تكسير أبواب ونشر رعب. عدد المنازل المداهمة حسب النائب البلدي المقال عن جزيرة سترة كما في موقع الوفاق الثالث من ديسمبر كما نقلت المتابعات بلغ 330 منزلا، والمعتقلون بلغوا أكثر من 90 مواطنا حسب المصدر نفسه، لا زال بعضهم قيد الاعتقال. هذا ولا تعليقات رسمية على المستوى تغطي الحدث الجلل الذي لو كان وراءه خلفية لزلزلت هذا البلد زلزالا شديدا. والسؤال أمام المدة التي استغرقتها المداهمات وعدد المنازل التي طالتها وعدد المعتقلين الذين زجت بهم في السجون، أنحن نتحدث عن مهزة القرية الصغيرة أم عن القاهرة عاصمة مصر بملايينها وتعقيداتها الكثيرة؟ هذا التفتيش، هذا العدد، هذه الضجة القائمة تناسب ماذا؟ تناسب بلدا في حجم القاهرة، مدينة في حجم القاهرة، ولا تناسب المهزة التي ماذا؟ التي هي قرية صغيرة. هو تفتيش عن مطلوبين، عن شيء آخر، أم استهداف سافر لأمن المواطنين وكرامتهم؟ ولتقديم أمثلة صارخة في العقوبة الجماعية وأساليب قاسية ضاربة بالدين والقانون وكرامة الإنسان عرض الحائط من أجل إسكات صوت الحرية ونسيان الحق والقبول بالظلم. جواب لسان الحال أبلغ من جواب لسان المقال. ملفان مهمان يعانيان من تدهور لا يحتمل يؤرقان الشعب، ولا رحمة فيهما للوطن، ولا حساب لإنسانية الإنسان وكرامة المواطن وحق المواطنة، وتجاوزهما واسع لأحكام الدين، ومخالفتهما واضحة للتوجه العالمي والتوجه في المنطقة العربية، حتى في المنطقة العربية ولغة العصر والمواثيق العامة وحتى الميثاق المحلي ومستوى الإنسان في هذه الأرض. ولمستوى الإنسان في هذه الأرض
ملف سياسي لا يعير أي أهمية لرأي الشعب، إرادته، شعوره، حريته، تطلعه. يعامله معاملة الطفل الذي لا يدرك من أمر صلاحه وفساده شيئا، ولا دور لإرادته في تقرير مصيره الذي يختار له ولا يختار، وترسم له خارطة حياته أينما أدى به هذا الطريق المرسوم من الغير. والملف الثاني ملف حقوقي تعرى خطره للقريب والبعيد، وشهد بفظاعة انتهاكاته شهود المحايدون، وشهود ممن اختارتهم السلطة ودول حليفة، وصدرت نداءات متكررة من منظمات حقوقية ومجامع دولية ودول صديقة بضرورة معالجته، لكنه لا زال يزداد سوءا ويتضاعف إليه وينضاف إليه جديد من الانتهاك لحقوق الإنسان والمواطنة. فأي الملفين يمكن للشعب أن يلهو عنه أو ينساه ويتساهل في أمره، وكل منهما نار تحت قدمه وتهدد معناه وأصل حياته وتذيقه ألوان العذاب. لا سياسة الإرهاب سياسة الإرهاب وسياسة المراوغة والتزوير الإعلامي وطول عمر الأزمة، لا شيء من ذلك يستطيع أن يلهي الشعب أو ينسيه محنته ومعاناته وعذابه، ويثنيه عن حراكه السلمي في المطالبة بحريته وكرامته وعزته وحقه وموقعيته. للشعب موقع، للشعب حق، هذا الحق لا ينساه صاحب الحق، هذا الموقع لا يتنازل عنه صاحب الموقع. وأحد الملفين وتفاقم المحنة من جهته هو كذلك لا يمكن له أن يصرف الشعب عن الملف الآخر وما يعنيه حل مشكلته لحياته. ما الذي يجعل الشعب ينهي مطالبته بحقوقه وقد زاد مستوى الانتهاك للحقوق، ووصل هذا الأمر إلى سلب الجنسية ومنع التظاهر السلمي، وارتفع المستوى في عدد الشهداء والجرحى والمعوقين، ولا زال الشوذان يمزق أجسام الشباب ويخسف وجوههم النظرة كما في حالة الشاب عقيل عبد المحسن، ولا زال الغاز الخانق يقضي على حياة الأبرياء. وإذا كان الشعب لا كلمة له في سياسته ولا رأي ولا إرادة ولا اعتبار، فمن أين يكون له ضمان لحقوقه؟ فمن أين يكون له ضمان حقوقه والاطمئنان لسلامة أمنه وتمتعه بكرامته؟ إن بقاء الفساد السياسي يعني بقاء كل الفساد كله والخلل كله والمأساة كلها.